ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلادنا، وحفاظا على سلامة وليداتنا، صدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بلاغ جاء فيه أنه غادي يتم اعتماد التعليم عن بعد كصيغة تربوية للموسم الدراسي المقبل. وبالنسبة للأمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ اللي بغاو التعليم الحضوري، فالوزارة وفرت لهم هذه الإمكانية ولكن بشروط. كيفاش؟ يجب على أولياء الأمور ملء استمارة التعبير عن الرغبة في الاستفادة من التعليم الحضوري من خلال فضاء ولي بالنسبة اللي كيتوفروا على القين السري، واللي ما عندوش ما عليه غير يزور الرابط التالي ويقوم بملء المعلومات، ومن بعد يضغط على بحث حتى يتأكد من صحة المعلومات. ومن اللي سالي ضروري يختار أرغب في استفادة ابني أو ابنتي من التعليم الحضوري، وألتزم باحترام تام للبروتوكول الصحي وكذلك التنظيم التربوي والدراسي المحدد من طرف المؤسسة التعليمية، ومن بعد اضغط على حفظ الطلب. كما أن أولياء الأمور التلميذات والتلاميذ بإمكانهم تحميل الاستمارة من خلال موقع الوزارة، ومن بعد يقوموا بتعبئتها وتوقيعها وإيداعها لدى المؤسسة التعليمية ابتداء من فاتح شتنبر 2020. وتجر الإشارة إلى أن آخر أجل لتعبير الأسر عن اختيارهم هو يوم الخميس 3 شتنبر 2020. وما ننساوش راه كورونا مازال بيناتنا، نتخذوا الاحتياطات الضرورية باش نحميو ليوسنا ونحميو ولادنا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.